الفنان رامي صبري نزل ألبوم من 9 أغاني في بداية السنة دي بعنوان معايا هتبدع. الألبوم ده كان فيه كذا أغنية لطيفة ومعمول فيه شغل مزيكا حلو واتسمع بشكل معقول، وطبعا هي حاجة تحسب لرامي صبري إنه لسه متمسك بثقافة الألبومات، لكن في أغنية معينة في الألبوم ده نجحت جدا وكمان عملت شوية مشاكل وقلق كده. أغنية يمكن خير هي الأغنية الأكثر سماعاً في ألبوم رامي صبري الأخير، وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري نفسه وتوزيع طارق توكل. الأغنية بقالها 3 شهور ما خرجتش بره التوب 10 في تشارت أنغامي للأعلى سماعاً عربياً، وطبعاً كان في اتهامات بسرقة اللحن وبعض أفكار التوزيع، فهل الاتهامات دي حقيقية؟ يمكن خير أغنية هجر، واحد حبيبته سابته وهو بيقول إنه ما عندوش مشكلة قوي يعني، أو زي ما يكون ما صدق. المفردات بسيطة جداً ما فيهاش أي إعجاز، مجرد سرد عادي للموقف، وأصلاً الشاعر أحمد علي موسى معروف إن هو من مدرسة الشعراء اللي بيكتبوا الكلمة الراقية السهلة اللي فيها رنة موسيقية وسلاسة في النطق، لكن ما فيهاش شيء عميق قوي او جمل صادمة. يعني النوع ده من الشعرة برضو مهم جدا ومطلوب، خاصة بالنسبة للمطربين اللي هم بيهتموا بالمزيكا اكتر. اشهر اغنية كتبها احمد علي موسى هي تملي معاك لعمرو دياب، وكمان عمل تاريخ طويل مع رامي صبري، يعني هم بيشكلوا ثنائي مع بعض، كاتب له حوالي 30 اغنية مثلا، اهمهم في رأيي جوايا هتعيش وفاكر عينيها وضحكتها. لحن يمكن خير لرامي صبري، انا قلت في حلقة سابقة ان انا بحب الحان رامي صبري لنفسه لان بيكون ليها طعم ولايقة عليه، لكن المرة دي اللحن حصل بسبب مشكلة، فخرج الفنان العبقري المثير للجدل والمشاكل والقلق عمرو مصطفى، واتهم رامي صبري بسرقة لحن اغنية يمكن خير من اغنيته رقصة، او تحديدا من الانترو الموسيقي بتاع اغنية رقصة لعمرو مصطفى. كان في هزار بينك وبين رامي صبري، كنا عايزين نعرف حياته. انا هسيب الجمهور هو اللي يقول بقى، الاغنية بتاعتي نزلت قبليه بكتير، بس هو طلع قال انا 2006 عملت الاغنيه، يا ريت الاغاني الجديده يطلعها بقى عشان ما يقولش كل شويه انا 2008 كنت عامل الاغنيه، انا 2007 كنت عامل الاغنيه، 2005. خلي بالكم اي حد هياخد مني اي اغنيه الفتره الجايه احبسه السوشيال ميديا. طيب قبل ما نحكم تعالوا نسمع الجملتين اللحنيتين دول ونقارن بينهم كده في ايه نوع التشابه بالظبط. الواضح فعلا وجود تشابه على الاقل في اول 3 موازير، وفي اختلاف بسيط في المازورة الرابعة اللي هي مازورة الركوز اللي هي اهم مازورة. القانون بيقول السرقة بتتحسب بتطابق 4 موازير، وفي بريطانيا القانون بيقول 5 موازير، يعني هنا قانونيا ما نقدرش نقول ان الجملة مسروقة بتطابق 100%، بس مفيش شك انها شبهها قوي. يعني رامي صبري كتب كومنت رد على عمرو مصطفى وقال ان اغنيته دي متلحنه من سنه 2009، وادى لعمرو مصطفى واحده ما تهزرش معايا يا حبيبي. بغض النظر بقى مين اتأثر بمين ومين لحن الاول 2009 ولا 2011 ولا ايه، فالواضح اصلا ان اللحنين دول ليهم اصل مشترك او الهام مشترك. الالهام ده من اغنية يا غايب ليه ما تسأل لفضل شاكر، ودي نزلت سنة 2002، والتشابه ده في اغنية فضل شاكر في المزورة الاولى تحديدا. المشكلة بقى ان اغنية يا غايب دي نفسها هي مقتبسة اصلا من لحن يوناني، فمش عارف كده هنوصل الشجرة دي هتوصلنا لحد فين. بس عموما احنا لسه في اطار الاستلهام والاقتباس المشروع، يعني طبعا ده ممكن يكون كمان تأثر باللاوعي. انا عجبتني الاضافات اللي عملها رامي صبري في يمكن خير للحن، وشايف انها خلت الاغنية في سكة جديدة. لحن جملة الكورس تحديدا جميل جدا ومتسلطن، وكمان متنوع في الكوردات بتاعته، يعني هما 5 كوردات ب6 تقطيعات، جملة طويلة وفيها نغمات كتير، يعني جملة ثرية نغميا ولحنيا. التوزيع لطارق توكل خدم اللحن جدا برضو، رغم ان بعض الناس لاحظوا ان الريتم بتاع الاغنية هو نفس الريتم بتاع اغنية صعبان عليا للهضبة. هو فعلا نفس الريتم، بس الريتم ده اسمه هو مقسوم، يعني بمعنى اصح تشكيلة من تشكيلات المقسوم، وموجود في اغاني كتير غير صعبان عليا، بس يمكن عشان التشكيلة او الاصوات او التيمبو مقارب لصعبان عليا فالناس حسوا ان هو متاخد من صعبان عليا، بس هو ريتم موجود كتير يعني في اغاني كتير. تمتك تمتك. يحسب لرامي صبري انه بيحاول دايما يقدم المقسوم باصوات مختلفة، يعني مش بيكرر نفس الكيك والسنير والطبلة البلدي والصاجات اللي هي موجودة في معظم اغاني المقسوم اللي مغرقة السوق، لا هو بيحاول يدور على اصوات جديدة، فمرة يعمل مثلا مقسوم الكترو او مقسوم بوب او مقسوم بالروك درامز الحية. يعني دي بتكون رؤية رامي نفسه باختلاف اسماء الموزعين،
عجبني قوي سولو الجيتار اللي في اول الاغنيه ولعبه الملحن والعازف احمد حسين شكل حلو جدا، وفي مع الجيتار كمان صوت ناي بيعيط وراه في الخلفيه كده برضو عجبني جدا، رغم انهم بيلعبوا نفس التيمه اللحنيه بتاعت الاغنيه لكن ما تحسش باي ملل او تكرار. وكمان اصوات الوتريات اللي في الفواصل زودت من قيمه التوزيع عشان صوتها حي مش كيبورد. ختاما يمكن خير اغنيه بسيطه ما فيهاش شيء جديد تماما، لكن رغم ده هي معموله بمزاج وتستاهل تكون هيت. شكرا لمتابعتكم واستنوا الهيت الجاي.